وسهلا بيكم وحلقه جديده من مطبخ الحياه. حلقه النهارده حلوه، الولاد بيحبوا الوصفات اللي فيها، ركز بقى فيها مع بعض. هنعمل فيها ايه؟ هعمل فيها اصابع السمك المقرمش، وهعمل بطاطس كرانشي بطريقه حلوه قوي، وهنعمل كمان صوص تارتار اللي هو هيتاكل جنب السمك المقرمش اللي هيتغمس فيه كداب، يعني يتغمس فيه السمك. وهنعمل خلطه حلوه للبقسماط، وهنعمل ان شاء الله عصير ليمون سمودي ان شاء الله. هنبتدي اول حاجه بالسمك المقرمش، المقادير بتاعته: كيلو سمك فيليه بقطعه صوابع تخينه، كوبايتين دقيق، نص كوبايه نشا، ملح وفلفل وزعتر وكزبره ناشفه وبابريكا، نص معلقه بيكنج باودر، كاري لو انت عايزه اختياري. السمك نفسه بتبله بملح وفلفل وشويه عصير ليمون. هاجي ادي السمك بتاعي، هعمل ايه؟ هخلط الدقيق مع النشا وكل المقادير بتاعتي اللي انا كاتباها هتتحط مع بعض علشان اتبل بيها الخلطه اللي انا هغطي بيها السمك. بس انا مش هحط السمك كده على طول، انا عايزه اوريكم انا هعمل ايه. ادي ملح وادي فلفل اسود. هاجي بقى هنا هحط شويه ملح وفلفل وعصير ليمون على السمك العادي وادعكه فيه كده اهو، مجرد تتبيله سريعه للسمك. هعمل ايه؟ هاجي الخلطه بتاعتي دي هشيل نصها، يعني انا عملت النشا مع الدقيق مع التوابل كلها، نصها هحطه في البوله دي بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي نص الخلطه دي هحطها في البوله، وهجيب شويه ميه صغيرين واقلب الخلطه لغايه لما تبقى عجينه طريه. يبقى نص الخلطه اللي انا عملتها دي احط عليها شويه ميه. بصوا هي سميكه شويه، هحط، انا بعمل كده عشان اي تكتلات فيها تروح. هحط نقطه كمان من الميه، هتاخد لها حوالي 3/4 كوبايه ميه يعني بالتقريب اهي خلاص. واجي اعمل ايه؟ ادي الخلطه اللي عملتها، وادي بقيه الدقيق، وادي السمك اللي انا تبلته بالملح والفلفل وعصير الليمون. هشيل بس ده عشان الدنيا حواليا تبقى ايه، نظيفه. ادي السمك انا تبلته ملح وفلفل وعصير ليمون بس، اوكي. وبعدين هاخد السمك، ايوه، هحطه هنا اهو، اغطيه واروح منزلاه في الدقيق، اوكي. يبقى الخلطه بتاعتي، الخلطه بتاعتي اللي انا عملتها بقسمها اتنين، النص احط عليه ميه اعمل العجينه دي، النص التاني بسيبه دي زي ما هو اهو اهو كده. ممكن احط كذا واحدة مع بعض علشان ننجز. عايزة الخلطة تبقى سميكة هتعمليها مرة تانية، يعني ايه؟ يعني هتاخديها بالدقيق دي تغطسيها تاني في العجينة وتغطسيها في الدقيق تاني. بس انا عن نفسي ما بحبش القشرة تبقى تخينة قوي، بس في ناس بتحب القشرة تبقى تخينة قوي ومقرمشة كده قوي فبيعملوا الدبل ديب، لكن انا عن نفسي بحبها واحده وخلاص، بتبقى الطبقه معقوله، كل حاجه معقوله حلوه. بس سبحان الله الشباب الجديد دلوقتي بيحب الحاجه مقرمشه زياده عن اللزوم والطبقه تبقى كتيره كده عليها. يبقى انا بالدقيق اللي متبليه ده لازم تتغطي كويس، وطبعا لو عرفتي تحطيها نص ساعه في الثلاجه هيبقى احسن علشان طبقه الدقيق اللي على السمك دي تشمع. ممكن تحطي كمون، بيسالوني ممكن تحطي كمون،
اي توابل انت حباها تتحط مع دقيق السمك حطيها. احنا اتفقنا قبل كده ده بيرجع التوابل بالذات بيرجع للذوق الشخصي، طالما انت ما زودتيهاش عن حدها يعني تبقى معقوله كده. وادي انا هعمل لكم كام واحده يعني اخر ثلاثة دول هعملهم دبل ديب. يعني ايه؟ يعني القشره تبقى اسمك عشان اوريكم الفرق، عشان اللي يحب كده او اللي يحب كده. هعمل ايه؟ اجيني غطيتها بضغط بسيط وبنزل الدقيق زياده وارجع احطها في العجينه تاني اهي، واحطها في الدقيق من تاني. اوكي اهو اهي دي، وهنا اهو دول نفس الكلام. وابتدي احمرهم في الزيت، الزيت يكون سخن، وزي ما قلنا قبل كده احنا بنعرفه سخن ازاي، هرش نقطة دقيق فيه. دي خلاص خليها واحدة مش لازم. هيجي كده الزيت يعني ابتدى يسخن، لسه شوية صغيرين، هنحسن لما يسخن هبتدي اعمل البطاطس. هقول لكم مقادير البطاطس الكرانشي، سهلة جدا وبيطلع طعمها حلو قوي، احب اعملها دايما جنب السمك. المقادير بتاعتي بتاعت البطاطس: نص كيلو بطاطس هقطعها مكعبات، هحط لها نص معلقة كبيرة بيكنج باودر، نص كوباية نشا، معلقة ملح، ونص كوباية دقيق. خلاص يبقى البطاطس تتقطع مكعبات، وهغلفها بالدقيق ده وابتدي احمرها. ادي البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كيلو بطاطس، ملح، بحط لها الملح، بدعكها بالملح الاول لوحدها، وبعد كده بحط لها بقى النشا اول حاجه، والدقيق بس ما بقلبهاش فيه غير مع بعض، وادي البيكنج باودر، واروح مقلباها كده فيهم عشان تتغلف بالدقيق كويس والنشا، وبحمرها بتطلع تجنن بجد، بتطلع حلوه قوي. بس خدي بالك وانت بتحمريها الزيت ما يبقاش سخن قوي، يعني درجه الحراره بتاعته ما تبقاش سخنه قوي علشان ما تتلونش بسرعه وهي مش مستويه من جوه. لو انت عايزه تعمليها بسرعه انت ممكن تستوي البطاطس كمان نص سلقه بتبقى حلوه وشغاله. ادي الزيت هنا اهو، هبتدي احمر السمك. بسم الله الرحمن الرحيم، في الزيت بسم الله الرحمن الرحيم اهو، شايفين لازم الزيت يكون بيغلي، بس الزيت ما وصلوش لدرجه الاحتراق، يعني لازم اخد بالي بسم الله الرحمن الرحيم ان الزيت يكون سخن بس النار تحتيه ما تبقاش عاليه قوي برضو علشان السمك تخين، صوابع السمك مش رفيعه، فلازم تستوي من جوه. خدي بالك دايما اي حاجه لازم تستوي من جوه، ما تبقاش درجه الحراره بتاعتها عاليه قوي. انا عايزه احط اخر واحده، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. خلاص هاجي بقى للبطاطس. البطاطس بسخن الزيت برضو زي ما قلنا درجة الحرارة تبقاش عالية. البطاطس لازم اهزها كده عشان الدقيق الزيادة، بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده. ممكن تدخل الفرن على فكرة، يعني ممكن احطها في الفرن وبرضو هتطلع حلوة، مش لازم زيت اهو كده اهو. هقليها على مرتين مش مرة واحدة، وعلى ما نقلي السمك والبطاطس هروح لفاصل وارجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.
رجعنا من جديد. عملنا ايه قبل الفاصل؟ عملنا سمك مقرمش وعملنا بطاطس كرانشي. السمك لازم تهتموا بيه بكذا طريقه. يعني انا دلوقتي برضو هعمل لكم خلطه بقسماط عشان ولادك ما يزهقوش من السمك. انت هتعمليه مره بالدقيق اللي عملناه ومره بالبقسماط ومره مشوي. لازم تكتروا من السمك، السمك مفيد جدا للقشره المخيه عند الاطفال. وعايزه اقول لكم ان الدراسات اثبتت ان الاطفال اللي بتبتدي من وهي 9 اشهر يدخلوا لها سمك في اكلها، مش عايزه اقول لكم 7 اشهر كمان، يعني سمك مسلوق بيبقى معدل ذكائهم اكتر من الاطفال اللي بيخش لها السمك متاخر. بس ما اجيش لبيبي اديله سمك مقلي، ناخد بالنا من حاجه زي كده. انت حته سمك مسلوقه صغيره تتهرس للبيبي مع شويه بطاطس مثلا مع اكله هتفرق كتير جدا في معدل ذكاء الاطفال. فلازم ندخل السمك للولاد كتير. السمك المفروض او البحريات كلها المفروض انها على الاقل تبقى مرتين في الاسبوع. خلاص هنعمل ايه دلوقتي؟ هعمل خلطه بقسماط حلوه قوي للاسماك وحلوه كمان للفراخ لاي حاجه عندك، لان مش دايما بنلاقي عندنا بقسماط مطحون، والادهى من كده ان على طول بينشف عندنا عيش فنستغل العيش اللي نشف او البايت. المقادير بتاعتي عيش فينو بايت، اي عيش فينو عندي، زعتر، بابريكا، كاري، جنزبيل باودر. ممكن تحطي اي بهارات تانية انت عايزاها. خلاص انا هاجي اعمل ايه؟ دخلت العيش الفرن حمصته، خلاص هديكي شايفين، بقطعه وادخله الفرن يتحمص علشان اول حاجه طعمه يبقى احلى، تاني حاجه يبقى اسهل معايا وانا بطحنه. خلاص فالعيش الفينو البايت البلدي ينفع، البلدي هيبقى صعب جدا في طحنه. خلاص فهنيجي هحطه في الكب اطحنه. حاولي بقى تكسري قد ما تقدري، دايما وانت بتحطي الحاجه في الكبه لازم تتقطع صغير علشان اول حاجه تسهلي وقت على نفسك، تاني حاجه عشان تحافظي على الكبه او الخلاط او وات ايفر الحاجه اللي بتستعمليها. فدايما حاولي، يعني لو انا هعمل عصير هقطع الفاكهه صغير، اي حاجه بتحطيها في الخلاط او في الكبه لازم تتقطع لقطع صغيره عشان تطولي من عمر الاجهزه بتاعتك عشان الجهاز يعيش عندك اكتر. خلاص اهو، يعني مش هياخد مني وقت وفي نفس الوقت ارحمه شويه من ان هو يقعد يطحن كل ده. خلاص اهو انا هحط البهارات وانا بطحن مش بعدها، هطحنها معاه. اللي ما بيحبش الكاري في التوابل ما يحطش كاري، بس هي الفكره انا بقولها لك يعني. وممكن نخلطه بشويه نشا كمان، يعني ممكن تحطي معلقه نشا معاه وتضربيهم كلهم مع بعض، ده برضو هيسهل لك الموضوع وهيخليه طعمه حلو. لو انت عايزه تحطي بيكنج باودر، في ناس بتحب بيكنج باودر زي ما عملنا في السمك، البيكنج باودر ده بيتحط ساعه ما بتستعملي البقسماط او الدقيق، ما ينفعش احطه واخزنه من الاول. البيكنج باودر من الحاجات اللي بتفقد الخاصيه بتاعتها او الخواص بتاعتها بالوقت، بتقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحة التوابل معاه فظيعة، انا بحطها هنا ايدي عشان بس ايه بطحنه ناعم وبحطه في كونتينر او في علبة صفيح، وبحطه زي ما قلنا زي التوابل في حتة ما فيهاش اضاءة وما فيهاش رطوبة لانه بيرطب بسهولة. كنت اتسألت كمان عن الصوص في الدقيق، في ناس سألتني بطحنه لغايه ما بقاش فيه اي شواب. الدقيق ساعات لو كميه كبيره بيسوس. عايزه اقول لك من الحاجات اللي ما بتخليش الصوص يجي للدقيق ورق اللورا. حطي ورقه اللورا في البرطمان بتاع الدقيق او في الكيس بتاع الدقيق، مش هيسوس خالص. برضه ورق اللورا من الحاجات المضادات للسرطان، ممتازه، يعني غير ان هي بتشيل الزفاره تماما هي من مضادات السرطانات. هي والروزماري. خلاص ادي البقسماط بتاعي، بحطه زي ما قلت لكم في كونتينر وبحفظه لغايه ما استعمله. ممكن اعمله بالسمك بدل الدقيق اللي احنا عملناه. هنعمل ايه تاني دلوقتي؟ هنعمل تارتر صوص. ده صوص بيتاكل جنب الاسماك والسيفود.
بيبقى حلو وبسيط جدا بس طعمه بجد حلو قوي. هستعمل نص كوبايه مايونيز، علبه زبادي صغيره، زبديه يعني صغيره، معلقتين خيار مخلل مفروم بفرمهم صغير، معلقه كبيره سكر، وممكن احط ملح لو المايونيز بتاعي ملحه مش كافي. طريقه بسيطه للصوص وحلوه. اول حاجه هحط السكر عشان يدوب في الزبادي، لان الزبادي فيه ميه بتاعته، فعايزه ادوب السكر ما يبقاش محبب ما يبقاش باين. انا عوضت صوص الرلش، في امريكا حاجه اسمها رلش، رلش ده صوص كده بيبقى فيه خيار مخلل وبيبقى فيه زي كرومب مسكر، فطبعا انا عارفه ان هو مش موجود عندنا في مصر، فعشان كده حطيت معلقه السكر. فالمعلقه السكر بدوبها الاول كويس في الزبادي عشان ما يحبحبش الصوص معايا، وبعدين باجي اخلط الزبديه بالمايونيز. احنا عايزين لو سمحت يا احمد حاجه كبيره قد دي بس عشان احط الصوص بيها. بقلب المايونيز مع الزبادي، بخلطهم مع بعض بحيث يبقى مفيش تكتلات من المايونيز في الزبادي، وطبعا انا اتاكدت ان السكر داب. لو عايزين تحطوا مخلل فلفل معاه برضو بيبقى حلو قوي، يعني مع الخيار المخلل فلفل مخلل. هي التخليله دي يعني طعم الخل مع السكر بيدي طعم حلو قوي. اهي الخيار شايفينه صغنن قوي متقطع، بقلبه كده، بس عايز هو عايز يتحط في حاجه اكبر. هنحطه في حاجه اكبر لان كده شكله مش حلو، على ما يجيب لي احمد حاجه اكبر. او كده اهو، اهو ده صوص تارتر او تارتر صوص. ممكن ازود عليه زي ما قلت لكم خيار، سوري، فلفل مخلل، ممكن ازود عليه شويه كزبره خضراء برده بيبقى حلو قوي فيها. هنحطه جنب السمك المقرمش، طعمه رهيب. مسيح اهو، هحطه هقسمه انا على اتنين، ادي واحد وهحط هنا. وعايزه اقول لكم كمان انت ممكن تخلطيه بمعلقه مستارده برضو هتدي طعم فليفر حلو، بس هو المفروض انه بيتعمل كده اهو، بس المستارده برضو انا لقيت انها بتدي طعم حلو قوي فيه. خلاص فاضل ايه تاني عندنا النهارده؟ انا هجيب لك بس السمك كده اللي هحط الصوص جنبه. ادي الصوص ده التارتر صوص، هحطه جنب السمك اهو. ده السمك المقرمش اللي قليناه، وادي طبق تاني، ده بقى الدبل ديب اللي هو اللي عملناه مرتين في الدقيق اهو كده اهو. خلاص هاجي دلوقتي اعمل سموذي الليمون بالنعناع. المقادير بتاعتي ايه؟ بصوا السمك، ادي الدب بتاعه او الصوص بتاعه اللي انا هعمله جنبه. لسه هجيب لكم البطاطس بقى المحمره الكرانشي جنبه. وجبه 100 100، هتعجبكم جدا. الولاد بيحبوها، خصوصا الولاد اللي ما بيحبوش السمك، الطريقه دي بتخليهم ياكلوا السمك. اعملوا لهم صوابع كده واديها لهم. السموذي، الفرق بين السموذي والعصير، السموذي بيبقى اتخن وبيبقى فيه تلج، بيبقى متلج. ده الفرق بين السموذي والعصير. لتر ميه، 3 ليمونات صفراء قدر الامكان، نص كوبايه سكر او حسب الرغبه، معلقه لبن، نص كوبايه ورق نعناع، وكوبايه تلج. هاجي اعمل ايه؟ الليمون هنا دلوقتي ده مش اصفر، اخضر، فهعمل ايه؟ هقشره كده. هو بصفه عامه انا الليمون ما بستعملوش بقشره كله، بيمرر. فانا هعمل ايه؟ شايفين الحته دي بشيلها اهي، وبشيل نص القشر بتاع الليمون اهو، نص قشر الليمون. انا هجيب ده بس عشان ما اهي كده، ومنهم اللي هي الحتتين اللي في التوب دول، وبشيل
الحته الخضراء قدر الامكان. الليمون طبعا الاصفر بيبقى احلى كتير في عصير الليمون بالنعناع. اهو بصوا، بخلي القشر قليل لان القشر ده كله اخضر. لو القشر اصفر بشيل اقل من نصه، لكن لو اخضر انا خليت الاصفر. بصوا اهو كده عشان ما تمررش، انا مش عايزه القشر كله. خلاص هاجي اقطعه زي ما قلنا، الحاجه بنقطعها قبل نحطها. ما تحطيش الليمونه بحالها، هنقطعها اربعه او سته، كل ما كان صغير كل ما كان اسهل علشان الدنيا تبقى حلوه معاكي، وعلشان زي ما قلنا تحتفظي بالخلاط بتاعك اطول مده ممكنه علشان يعيش معاكي. بنقطع صغير قدر الامكان اهو. دي البطاطس احمد اوي طلعها لنا البطاطس الكرانش يا ياسر، ممكن انك تجيبها لنا. المقرمشه اللي عملناها بالنشا والدقيق فظيعه. سكر اختياري زي ما انت عايزه، في ناس بالنسبه لها السكر ده قليل، بس السكر اختياري. هحط نص كميه الميه مش كلها. ليه معلقه اللبن؟ علشان يبقى لونه فاتح. انا مش هحط لبن كتير، هي معلقه واحده مش اكتر. وهحط نص ورق النعناع وشويه من التلج. هزود التلج، كوبايه التلج هحطها شويه شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. بضربه في الاول تماما. خلاص هشيله واصفيه، بعد كده هرجع اضرب فيه بقيه التلج ولو عايزه من ورق النعناع كام واحده كده. ليه؟ علشان انا مش عايزه قشر الليمون، انا عايزه اضربه واصفيه اشيل قشر الليمون منه، وبعد كده ارجع اعمله سمودي احط له التلج تاني. فاحنا هنصفيه المصفى بتاعتنا. ميرسي يا احمد. هديله ضربه كمان. طبعا السكر لازم يتحط من الاول عشان يدوب تماما فيه، ما ارجعش احط السكر بعد كده. انا حطيت تقريبا كل حاجه ما عدا كميه التلج. طب ماشي اوكي، هنطلع لفاصل و هنرجع بقى نصب بس انا عايزه اقول لكم ان انا هصفيه واحط عليه التلج تاني، هضربه تاني في التلج. هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع بعد الفاصل، اوعوا تروحوا في حته. رجعنا من جديد. عملنا ايه؟ عملنا سمك المقرمش، عملنا جنبيه صوص التارتار، عملنا بطاطس كرانشي، وعملنا خلطه بقسماط حلوه قوي تنفع للسمك برضو. ادي السمك والصوص بتاعه جنبيه، وعملنا سمودي الليمون بالنعناع. لازم بس ضربه اخيره و هحطه في الكوبايات. على فكره الليمون من الحاجات اللي ممكن تفصل منك لو انت عندك ضيوف، فيستحسن انك تقلبيه كويس قبل ما تقدميه علشان يبقى شكله حلو. انا ما بحبش احط تلج كتير يبقى تخين قوي، بحط التلج بحيث بس يبقى ايه وسط في القوام بتاعه. فبرضو دي حاجه ترجع لك لو انت عايزاه تقيل قوي. دي كده وصفات حلقتنا النهارده. عملنا السمك المقرمش، جربوه هتدعولي عليه. عملنا التارتر صوص او صوص التارتار، عملنا البطاطس الكرانشي المقرمشه بالنشا، عملنا خلطه حلوه قوي للبقسماط تستعملها في السمك او في الفراخ او وات ايفر انت عايزه تستعمليها في ايه، وعملنا عصير او سمودي الليمون بالنعناع. ادي البطاطس. اهم حاجه بس ما تعليش النار عليها قوي عشان تستوي من جوه، ما تتحمرش بسرعه لان النشا ودي ممكن يحمروها بسرعه لو النار حاميه قوي. دي وصفات النهارده. ادي البقسماط. البقسماط زي ما قلت لك حطي عليه التتبيله اللي انت عايزاها، البهارات اللي انت عايزاها. البقسماط عملناه من العيش الفينو البايت، ما ينفعش اجيب عيش فريش، حتى لو انا حمرته في الفرن البايت هيبقى افضل معاكي
ان انت تحمصيه في الفرن وتطحنيه بالطريقه اللي عملناها النهارده. وادي الليمون بالنعناع. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم، لينا حلقات كتير جدا ان شاء الله. اشوفكم على خير.